الآن نعود إلى ضيفنا الكريم من رام الله، الأستاذ مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مراد، هل مر عليك في تواريخ الحروب والصراعات خسة من هذا النوع؟ ينسحبون ويتركون فخاخ الموت تحصد أرواح المدنيين، أي خسة هذه؟ هذه يعني الفكر الصهيوني ودولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إبادة الشعب الفلسطيني وتريد قتل الشعب الفلسطيني عن بكرة. بهذه المسعى التي يحاول نتنياهو تحقيقها، انسحب من كثير يعني من المناطق التي اعتبر أنه استطاع تطهير فيها المقاومة الفلسطينية، لأن بقيت المسيرات الإسرائيلية وقتلت العديد من الأبرياء ومن المدنيين، ليست أيضا في مخيم جباليا وإنما في العديد من المحافظات التي استشهد العشرات من الشهداء، ليس أيضا المواطنين وإنما استهدف أيضا سيارات الإسعاف التي كان بالأمس استهداء صباح هذا اليوم استهداف لسيارات الإسعاف. مجلس الحرب الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينتقم من الشعب الفلسطيني ويريد أن يعني يدمر كل قطاع غزة لتصبح يعني منطقة جغرافية غير صالحة للحياة، وأيضا يعني يريد استهداف كل المواطنين الفلسطينيين. التقارير الذي تقدمت به قناتكم الكريمة أشارت بأن الأعداد الكبيرة من الشهداء هم جلهم من المدنيين ومن الأطفال ومن الشيوخ، وشاهدنا حجم الاستهداف لدى هؤلاء المواطنين وأيضا نوعية الأسلحة التي تستخدم. شاهدنا بالصوت والصورة أن العديد من الشهداء لم يكن لديهم رؤوس، هذا نتيجة لأن هذا السلاح الذي يستخدم هو سلاح متفجر وأيضا من الأسلحة التي يعني لا تسيح الجسم الإنسان، وهذا ما شاهدناه خلال يعني الاستهداف الذي شاهدته أول من أمس مخيم رفح. وباعتقادي دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إبادة الشعب الفلسطيني وتريد مزيدا من ارتكاب هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني. أعتقد أن ذلك سيكوي الوعي الفلسطيني وسيخلق جيلا من أبناء الشعب الفلسطيني يعني مسالما أو رافع الراية البيضاء ولا يريد مقاومة الاحتلال. باعتقادي ذلك سيكون بعيدا عن هذه العقلية. العكس هو الصحيح يا أستاذ مراد. بكل تأكيد، وشهدت كل يعني على مدار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كان الشعب الفلسطيني يعيد مقاومة هذا الاحتلال بأكثر شراسة وأكثر تمكنا في قدرته على يعني مواجهة هذا الاحتلال. وشهدنا كل الانتفاضات التي على مدار تاريخ هذا الشعب الفلسطيني وتاريخ هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كان هناك الأجيال الفلسطينية تكون أكثر شراسة وأكثر عنادا وأكثر قدرة على الصمود ومواجهة هذا الاحتلال. وباعتقادي جرب الاحتلال الإسرائيلي حربه في 2006 و2008 و2014 و21 وأيضا يعني الحرب المستمرة هذه، سيكون هناك أجيال من الشباب الفلسطيني قادر على دحر الاحتلال وإنهاء هذا الاحتلال، لأنه مؤمن بأن هذه الأرض أرض فلسطينية وهذا الاحتلال هو احتلال غريب عابر للجغرافيا وللتاريخ ولن يبقى على الأراضي الفلسطينية، لأننا أصحاب حق ولدينا يعني الحق بمقاومة الاحتلال. لذلك باعتقادي بكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي سيثبت فشله ولن تمرر كل هذه المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية أو للمشروع الوطني الفلسطيني، ولن ينكوى الوعي الفلسطيني وإنما سيزداد هذا الوعي تجذرا بالأرض وقدرة على مواجهة الاحتلال مهما تواطأ معه تقدمت له الولايات المتحدة من دعم عسكري أو سياسي أو قانوني، فسيبقى الشعب الفلسطيني وفي خلفه الدول المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير. باعتقادي بأن يعني هذه جولة من جولات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالنهاية سيكون أصحاب الأرض هم سيبقون في هذه الأرض. نعم. أستاذ مراد، حين تتواصل مع رفاقك من الكتاب والمفكرين الفلسطينيين في رام الله وفي غيرها من الحواضر الفلسطينية، كيف يفكرون
في مشهد نهاية هذه المحرقة المستمرة منذ أكتوبر الماضي، كيف سيكون هذا المشهد؟ صفه لنا بحسب ما هو مرسوم في ذهن المفكرين الفلسطينيين. يعني رغم مرارة ما نشاهده من يعني من مجازر وإبادة جماعية ومحرقة للشعب الفلسطيني، لكن يؤمن ويؤمن كل أبناء الشعب الفلسطيني بأن لا يمكن يعني انتصار هذا المحتل على الشعب الفلسطيني، لأنه هذا الإيمان المطلق الذي يؤمن به الشعب الفلسطيني وعاش مرارة اللجوء ومرارة يعني سرقة الأرض والتدمير. لذلك كل هذه المشاهد المروعة التي نعيشها بشكل يومي لن تثنينا عن مواصلة هذا النضال وهذا الكفاح، ولن يعني ترهبنا بأن يعني أن نوصل رسالتنا وأن ننقل هذه الصورة إلى يعني العالم أجمع بأن هذا الشعب الذي يقع تحت الاحتلال منذ أكثر من 75 عام عليه أن ينتصر، وعليه أن يعني تكون كلمة الحق وكلمة العدل هي التي تنصر الشعب الفلسطيني، وأن تتعاظم هذا التضامن مع القضية الفلسطينية. وشاهدنا حجم هذا التضامن في العديد من دول العالم وفي الجامعات الأمريكية وغير الجامعات الأمريكية التي أصبحت عنوان حراقها ونشاطها هو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. باعتقادي اليوم القضية الفلسطينية تجاوزت الجغرافيا وتجاوزت الإقليم لتصبح قضية عالمية يطالب بها كل أحرار العالم. صحيح. وكل شعوب العالم بضرورة الانتصار و يعني انصاف الشعب الفلسطيني وضرورة إدانة دولة الاحتلال وكل من يدعم دولة الاحتلال، لأن هذه الدماء كشفت زيف العديد من الأنظمة الغربية التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي دعم الديمقراطية وحق تقرير المصير وانصاف ويعني دفاعها عن القوانين الدولية. لذلك القضية الفلسطينية اليوم كانت امتحان حقيقي لكل دول العالم ولكل الأنظمة والمؤسسات الدولية بأن لابد من أن هذا الدم يكون له ثمن، وثمن هذا الدم هو الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال. صحيح، دون شك يا أستاذ مراد. كلما تحدثنا إلى ضيف مقرب من فتح أو من السلطة الوطنية الفلسطينية لمسنا أن هناك موقف ثابت بعدم التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة في اليوم التالي كما يوصف، حتى قيل أنه عرض عليهم تولي مسؤولية الجانب الفلسطيني من معبر رفح ورفضوا أن يكون ذلك على جسر إسرائيلي، ألا تكون إسرائيل هي السبيل إلى ذلك. والأسباب مفهومة دون شك، السلطة لا تريد أن تربط نفسها بهذا العدوان بأي شكل بأي شكل من الأشكال، ونحن نقدر ذلك. لكن هذا يطرح سؤالا شديد الأهمية يا أستاذ مراد، أليست هذه الأرض أرض فلسطينية يا سيدي؟ أليست هذه هي السلطة الفلسطينية؟ لماذا تترك هذه الأرض؟ يعني كما ذكرت هي أراضي فلسطينية، لكن القيادة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير قالت منذ اليوم الأول لن نأتي على قطاع غزة على ظهر دبابة، ولن تكون هناك يعني مساومات على الوحدة الجغرافية والوحدة السياسية للشعب الفلسطيني. ونحن ندرك خبث هذه المشاريع الإسرائيلية أو من خلفها الولايات المتحدة بأن تستلم السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة، لكن هناك توافقا وطنيا فلسطينيا داخليا في إطار منظمة التحرير وفصائلها بأن تكون يعني التوافق وطني وشراكة وطنية فيما يتعلق بوحدة الأرض الفلسطينية وضرورة إنهاء هذا العدوان وهذا الاحتلال. لذلك المساعي التي تقوم بها منظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير هو الأولوية لها هو إنهاء هذا الاحتلال وإدخال المساعدات على قطاع غزة، ومن ثم أن تكون هناك شراكة وتوافقا وطنيا فيما يتعلق في اليوم التالي للعدوان.
هذا المسار الوطني الذي تقوم به منظمة التحرير. وباعتقادي كان هناك جولات من المفاوضات أو الحوار الوطني الفلسطيني تم في روسيا وتم أيضا في الصين، وستكون هناك استئناف وفي القاهرة طبعا، وستكون هناك استئناف للحوار الوطني الفلسطيني في نهاية شهر يونيو في الصين. وباعتقادي هناك أرضية متفق عليها فلسطينيا تتعلق في الشراكة الوطنية وتعزيز والنظام السياسي. أي نوع من الشراكة أستاذ مراد؟ دعنا نلمح فقط إلى أنه على الأقل القيادة السياسية لحركة حماس تدرك إدراكا يقينيا بأن عودة الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر مستحيلة. صحيح في ذلك، لكن باعتقادي اليوم مع تطورات العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، اليوم المستهدف الكل الوطني والمستهدف اليوم كل الشعب الفلسطيني، ليست حماس أو فتح. وشهدنا ذلك من خلال تصريحات نتنياهو وجانت وجانس بأن لا يريدين فتحستان ولا حماسستان. لذلك يسوون بين الحركة النضالية وبين من يرون أنهم إرهابيون، كلام خبيث للغاية أستاذ مراد. لا شك في ذلك، يعني وذلك مطلوب فلسطينيا، ومن الكل الأطياف السياسية الفلسطينية أن تدرك أهمية هذه اللحظة التاريخية وخطورة هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، وأيضا المشاريع التصفوية للكل الوطني الفلسطيني. وباعتقادي ما هو مطلوب اليوم هي الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتدعيم يعني مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وأن تكون هناك شراكة حقيقية تتجسد على الأرض من خلال مواجهة هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. أتظن أستاذ مراد أن قيادات حماس مستعدة لهذه المرة لتحقيق مصالحة حقيقية؟ ودعنا نكون صرحاء وواقعيين، وهذا أقل ما نقدمه وفاء لدماء الشهداء بعشرات الآلاف. هذه لحظة صراحة أستاذ مراد، حماس وقفت ضد المصالحة طوال الوقت. يعني هناك تباينات فيما يتعلق في العديد من الملفات ما بين حماس وفتح و كده. معقول كالعديد من يعني الاتفاقيات التي أبرمت ما بين الطرفين، وخاصة رعتها القاهرة، وباعتقادي بأن الدم الفلسطيني يستجوب التعالي على كل الخلافات، وأيضا المؤامرة على القضية الفلسطينية وعلى المشروع الوطني الفلسطيني. يجب أن طرفي الانقسام أن يتحملوا المسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، وأن يديروا أن يكون هذا الانقسام وهذا الخلاف خلف ظهورهم، وأن يتجهوا إلى الأمام في ضرورة مواجهة. هل تظن أن ذلك سيحدث؟ هل أنت متفائل بهذا الشأن؟ يعني إذا كانت تتوفر الإرادة السياسية بين فتح وحماس، باعتقادي بالإمكان تجاوز هذه الخلافات وطي صفحة الانقسام، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير القضية الفلسطينية وكل إنجازات المشروع الوطني الفلسطيني، وهو يستهدف فتح وحماس وكل فصائل منظمة التحرير، ويستهدف الشعب الفلسطيني. ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا المواجهة وإلى الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. ما يتم على المسرح الدولي باعتقادي يتطلب وحدة وطنية فلسطينية واستراتيجية وطنية تتوافق مع يعني برنامج وطني يعني تشارك بين كل أطياف الشعب الفلسطيني، وتكون هناك يعني إقرار بهذه الاستراتيجية من الكل الوطني، يكون داعم لهذه لمواجهة هذا العدوان يعني الذي يريد إبادة الشعب الفلسطيني. باعتقادي هناك رؤية فلسطينية جادة في المستقبل القريب تتعلق ب يعني استثمار هذا الاعتراف الدولي، وأيضا باعتقادي أيضا لديهم توجه بتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن تكون هناك دولة تحت الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس المركزي الذي يكون عنوانه هو تجميد الاعتراف بدولة الاحتلال والانفكاك من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وأيضا
يعني اتخاذ خطوات سياسيه استراتيجيه ضروريه تتعلق ب يعني المنحنى التي تمر به القضيه الفلسطينيه، وهو يعني اعلان دستور دوله فلسطين، وايضا يعني تغيير من وظيفه السلطه الوطنيه الفلسطينيه لتكون دولة فلسطينية، والتعامل مع هذه المؤسسات، هذه السلطة كمؤسسات دولة، والمطالب أن يعني في ظل تعزيز مكانة المكانة السياسية والقانونية لدولة فلسطين بعد هذا الاعتراف، أن تكون هناك يعني مسارا سياسيا وطنيا فلسطينيا مدعوم بالوحدة الوطنية ليتشارك فيه الجميع الوطني لمواجهة هذا الاحتلال وهذه حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. أشرت إلى الدستور، خطوة في غاية الأهمية، الدستور الفلسطيني، لكن هذه الخطوة تعود بنا مرة أخرى إلى المصالحة. لا يمكن أن يصاغ هذا الدستور يا أستاذ مراد وأن يوافق عليه قبل المصالحة. لا شك في ذلك، المطلوب بالدرجة الأولى الوحدة الوطنية والمصالحة وطي صفحة الانقسام، دون ذلك لا يمكن يعني الشعب الفلسطيني أن يتوافق هذا التطورات في القضية التطورات السياسية والدولية للقضية الفلسطينية بدون أن تكون هناك وحدة وطنية تتشارك فيها كل أطياف الشعب الفلسطيني. وباعتقادي هذه لحظة تاريخية مهمة في مسار الشعب الفلسطيني ومسار القضية الفلسطينية، على أطراف الانقسام تحمل المسؤولية التاريخية وطي صفحة الانقسام، وأن تكون الوحدة هو عنوان المرحلة الحالية والمرحلة يعني مستقبل القضية الفلسطينية، دون أن تكون هناك وحدة وطنية وشراكة حقيقية تتعلق بقدرة كل مكونات الشعب الفلسطيني لتحمل مسؤولياتهم التاريخية التي تتعلق بضرورة مواجهة الاحتلال والنضال المستمر من أجل إنهاء هذا الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وباعتقادي كما ذكرت، إذا توفرت الإرادة السياسية لكل يعني لطرفي الانقسام بالإمكان تجاوز هذه المرحلة وتحمل يعني هذه المرحلة من خلال كما ذكرت الوحدة الوطنية. وباعتقادي لدى الطرفين الإرادة في ذلك والتوجهات الإيجابية، حسب يعني ما لدي من معلومات بأن خلال شهر يونيو ستكون هناك جولة من المفاوضات الحوار الداخلي، وتحمل في داخلها العديد من المؤشرات الإيجابية التي تصلنا إلى طي صفحة الانقسام والوحدة الوطنية تتجسد على الأرض ومن خلال المؤسسات دولة فلسطين. نعم. السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه حين نتحدث عن الدولة الفلسطينية، الضفة الغربية، غزة، عاصمتها القدس الشرقية بحسب قرارات دولية، لا أقول بحسب ما نهواه نحن، لكن بحسب ما صدر بشأنه قرار أممي، هذه الدولة ستواجه بسؤال أساسي يا أستاذ مراد: ماذا سيفعل بالمستوطنات التي مزقت هذا الجسد المفترض؟ لا شك هذا اليوم المستوطنات وخاصة بالضفة الغربية فرضت أمر واقع استحالة إقامة الدولة الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين. لذلك هذه مستوطنات غير شرعية، مستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي ووفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك وفتوى لاهاي. لذلك هو مطلوب يعني أن تكون هناك إعلان لدولة تحت الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي ومؤسسات النظام الدولي أن يعني تنتصر إلى قراراتها التي صدرت من الجمعية العمومية ومجلس الأمن، وممارسة الضغط حقيقة على دولة الاحتلال بتفكيك هذه المستوطنات والاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل تتصور حتى لو كان هناك في إسرائيل، لو كانت هناك حكومة عاقلة تريد أن تنفذ قرارا أمميا من هذا النوع وأن تنهي هذا الصراع الذي طال أمده، هل تتصور أنها قادرة على مواجهة هؤلاء المستوطنين؟ كثير منهم متوحشون، مسلحون، بعضهم إرهابيون حقيقيون هذه المرة يا أستاذ مراد. باعتقادي المستوطنين المنتشرين في الضفة الغربية أو في غلاف غزة
ما يقومون به من أفعال عدوانية على الشعب الفلسطيني هي برعاية دولة الاحتلال ومؤسسة جيش المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. لذلك ما يمارسونه من أعمال عنف وأعمال إرهابية هي بدعم وحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن إذا أن يكون هناك قرارا سياسيا تقوم به دولة الاحتلال باعتقادي ستلجم هؤلاء المستوطنين وتفكك المستوطنات. هناك العديد من الأمثلة التي قام بها عندما انسحب شارون من غزة، أجبر المستوطنين على تفكيك بيوتهم والانسحاب من قطاع غزة، لكن باعتقادي لا يوجد حاليا في الطبقة السياسية الإسرائيلية أو في الأحزاب الإسرائيلية في الوقت الحالي برنامج سياسيا يتعلق بحل الدولتين أو مشروعا سياسيا ما بين الفلسطينيين للأسف إلا في اليسار، واليسار أصبح واهنا وضعيفا في إسرائيل يا أستاذ مراد. بالتأكيد، لذلك المجتمع الإسرائيلي ينحني يندفع باتجاه اليمين واليمين المتطرف، وهو يتغذى على قتل الشعب الفلسطيني ويتمدد يعني ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. واعتقادي يعني استطلاعات الرأي تشير بأن المجتمع الإسرائيلي ينزاح بشكل غير مسبوق نحو اليمين واليمين المتطرف، وهذا ما ينذر ب يعني اشتعال المنطقة، ليست بس الأراضي الفلسطينية، عندما اشتعال المنطقة، وهذا ما نشهده من خلال تصريحات قادة الأحزاب اليمين المتطرف على رأسهم سومطرش وبن غفير الذين يريدون حربا إقليمية ويريدون أيضا القضاء على الشعب الفلسطيني. وباعتقادي لا يوجد هناك شريك في الطرف الآخر يريد حل الدولتين أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. والله يا أستاذ مراد نمد أيادينا بالسلام فيمدونها لنا بالموت. أشكرك جزيل الشكر سعادة الأستاذ مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي الذي شرفنا من رام الله.